إن الراجل بيحب يحس إن الست اختارته من بين ألف راجل كأنها اصطادته. المعروف إن الرجالة هي اللي بتحب تصطاد أكتر من الستات. الست بالنسبة لهم هواية. إنه يصطاد بنت ماشية في الشارع يعكسها، أو يكتب لها كومنت على الفيسبوك، أو حتى يعمل لها لاف على الإنستجرام، بتديله دفعة أدرينالين ودوبامين تخليه يحس إنه بطل مفيش منه. إنما الست لما بتصطاد بيبقى عشان تحقيق هدف منشود، وإنها تصطاد سمكة قرش اللي فيما بعد هيبقى زوج المستقبل.